نعم، هاي رؤية استشرافية صحيحة للبنك الدولي. أنا أنوه أنه العجز بالموازنة أستاذ عدنان ليس 39 مليار، هو 64 تريليون، يعني يساوي لنا بحدود 50 مليار دولار. هذا العجز الافتراضي قد لا يتحقق في هذا العام، لكن بالعام القادم، أكيد بالعام القادم والذي يليه سوف يتحقق، وبالتالي العراق سيلجأ إلى الاقتراض الداخلي والخارجي حتى يمول العجز. من هنا تأتي تحذيرات البنك الدولي. احنا بالاقتصاد نبتعد عن الأرقام المطلقة للدين، كم يبلغ حجم الدين 100 أو 150 أو 200، ناخذ مؤشرات عبء المديونية. نسبة الدين العام في العراق إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأ يتعدى نصف الناتج المحلي الإجمالي. إذا بعدها المديونية بسيطة بالعراق، لكن إذا وصل إلى مستوى 60%، هذا مؤشر خطير بأن العراق بدأ يدخل بالمديونية الشديدة. المؤشر الثاني أنه أقساط خدمة الدين. العراق موازنة 2023 يدفع 18 تريليون دينار لتسديد اقساط خدمه الدين الداخلي والخارجي، المقصود به القسط الاصلي وسعر الفائده. اكيد حجم الموازنه اذا ما نفذت 2024 25 على نفس مستوى 2023، اكيد العائدات النفطيه سوف تذهب كلها الى النفقات التشغيليه. إذن لان تقرير البنك الدولي انه الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، والتعافي الان هو تعافي خطر حقيقي. حقيقي، نعم جدا حقيقي، لأنه العراق بموازنة 2023 ثبت على نفسه نفقات ثابتة، نفقات لا يمكن أن يتنازع عنها. هاي النفقات تقترب من 115 تريليون دينار، تقريبا تلتهم كل عائدات النفط. طيب عندنا بعد نفقات تشغيلية ونفاق استثمار، راح نلجأ إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. استمرار العراق بسنتين 24-25 بالاقتراض الداخلي والخارجي، أعتقد أنه سوف يقع العراق في فخ المديونية، وهذا الاحراسات. شنو السيناريو اللي ينتظرنا على مستقبل الاقتصاد العراقي؟ دكتور بارق، شنو